شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تحدثنا في بعض الليالي الماضية حول قضية الرابطة بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وقلنا إن هذه الرابطة لها مظاهر وأشكال، ومن جملة هذه المظاهر والأشكال الدعاء في كل يوم للإمام المهدي. في موضوع الدعاء للإمام المهدي هنالك عدة بحوث. البحث الأول: لماذا الدعاء للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه؟ وقد مضى هذا البحث، أما البحث الثاني فهو أنه كيف يمكن التوفيق بين الدعاء للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وبين الروايات الناهية عن تعجل الظهور؟ مثلا هنالك دعاء مروي عن الإمام المهدي بواسطة عثمان ابن سعيد أحد النواب الأربعة. الإمام صلوات الله عليه
طبق هذا الدعاء يقول تعليما لنا فصبرني على ذلك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. هذه الحالة هي مقتضى حالة العبودية. ينقل أنه رجل اشترى عبدا. مضمون القضية، فقال له ما تحب من الأطعمة؟ قال ما أحببت أن تطعمني إياه. قال له ما تحب من الأشربة؟ قال ما أحببت أن تشربني إياه. قال ما تحب من الألبسة؟ قال ما أحببت أن تلبسني إياه. وفي كلمة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، رضا الله رضانا أهل البيت، على أحد الاحتمالين في تفسير هذه الجملة، ما يرضى الله سبحانه وتعالى نرضى به. وهنالك أيضا رواية على ما ببالي أنه قال الإمام صلوات الله عليه لرجل كيف أصبحت؟ قال أصبحت والفقر أحب إلي من الغنى، والمرض أحب إلي من العافية. فقال الإمام صلوات الله عليه على ما ببالي أما نحن فإن اختار الله لنا الفقر أحببنا الفقر، وإن اختار الله لنا الغنى أحببنا الغنى. فمقتضى العبودية أن تكون إرادة العبد تابعة لإرادة مولاه، التبعية المطلقة. قال إن كنت مالكا فلي الأمر كله في قضية ما علينا بها. قال إن كنت مالكا فلي الأمر كله. هكذا يجب أن تكون طبيعة المؤمن، أن يكون تسليما محضا لله سبحانه وتعالى. لذلك هذه الرواية تقول حتى لا أحب تعجيل ما أخرت. الظهور تأخر، لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت ولا أنازعك في تدبيرك. الله يدبر، العبد يجب أن يكون خاضعا لتدبير الله، لا أن يدبر في قبال تدبير الله. ولا أقول لما وكيف وما بال ولي الأمر لا يظهر وقد امتلأت الأرض من الجو.
فمقتضى هذه الحالة حالة التبعية المطلقة، ومقتضى هذه الروايات أن لا نحب تعجيل ما أخر الله، فكيف نوفق بين ذلك وبين الدعاء لتعجيل الفرج؟ الجواب على ذلك، يمكن أن يطرح الجواب بصيغ مختلفة. نحن نقتصر على صيغة واحدة، وهذه الصيغة هي أن الاستعجال على نوعين: استعجال مذموم واستعجال ممدوح. الاستعجال المذموم طلب حصول الشيء قبل حضور وقته، وكل شيء عنده بمقدار، الأشياء لها تقدير في مختلف أبعادها. واحد يطلب ويحب حصول شيء قبل حضور وقته، هذا استعجال مذموم. النوع الثاني الاستعجال الممدوح، وهو طلب حصول الشيء في أول أزمنة الإمكان، لأنه كما مضى البحث في هذا الموضوع، التقادير الإلهية كثير منها متحرك، لها أمد ولكنها متحركة، وهنالك أوقات مختلفة يمكن أن يقع فيها التقدير الإلهي. كما قلنا فيما مضى أن اليهود كان مقدرا لهم أن يعيشوا العذاب، لكن هذه الفترة ما كانت ثابتة، فترة متحركة، فدعوا وضجوا إلى الله تعالى، الله خفف عنهم من أمد العذاب 170 عاما. كم جيل يتبدل في خلال 170 عام؟ العلماء يقولون الأجيال يتبدلون خلال 40 عاما، كل 40 عام جيل يتبدل. يعني أنتوا إذا بعد 40 عام تجون إلى قوم، تشوفون الجيل القديم قد تبدل كوجه عام، كظاهرة عام. 170 عام أسقطها الله سبحانه وتعالى. فإذن نحن نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعجل الظهور في أول أزمنة الإمكان، فإذن هذا الدعاء وهذا الطلب لا ينافي هذا الاستعجال المذموم في الروايات. هذا هو البحث الثاني. البحث الأول: لماذا الدعاء للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه؟ البحث الثاني: كيف نوفق بين الدعاء
وبين الروايات الناهية عن الاستعجال. البحث الثالث: ما هي معطيات الدعاء؟ إذا دعونا للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، ما هي معطيات هذا الدعاء؟ ما هي الفوائد؟ الفوائد كثيرة، ولكن نشير إلى بعضها. الفائدة الأولى: تعجيل الفرج للمؤمنين. يقولون أهم الأدعية دعاء. الدعاء الأول اللي هو أهم الأدعية الشخصية، واحد من الأفراد يقول كنت في حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه، فشفت واحد هناك، قلت له الآن إذا قيل لك أنه أكو هنالك لك دعاء مستجاب، شنو تدعو؟ يقول قال حسن العاقبة. هذا أهم شيء، لأن إذا واحد ربح كل شيء وخسر حسن العاقبة لم يربح شيئا، وإذا واحد خسر كل شيء وربح حسن العاقبة ربح كل شيء. هذا أهم دعاء شخصي يدعو به المؤمن، أنه تلك اللحظات ماذا يكون مصيره. الدعاء الثاني اللي هو أهم الأدعية العامة: التعجيل بالفرج. أكو هنالك سؤال مطروح في أدعية شهر رمضان، إحنا نقول اللهم أغني كل فقير، هذا لا يجاب هذا الدعاء. شلون تدعون بدعاء لا يجاب؟ الله يغني كل فقير؟ لا. اللهم أشبع كل جائع، الله يشبع كل جائع؟ لا. حكمته لا تقتضي ذلك، فهذا دعاؤكم دعاء ضد الحكمة الإلهية. هذا السؤال أكو علي أجوبة، إحدى الأجوبة أنه هذا الدعاء في الواقع كل هذه الأدعية والأدعية المماثلة هي دعاء بتعجيل الفرج، لأنه في عهد الإمام المهدي يشبع كل جائع، فعندما تقولون اللهم أشبع كل جائع يعني اللهم عجل الفرج، اللهم أغني كل فقير، في ذلك الوقت يغنى كل فقير، بعد فقير ماكو، فقر ماكو. فإذا في الواقع إحنا عندما ندعو بتعجيل الفرج نأتي إلى هذا الجانب من القضية، إحنا عندما ندعو بتعجيل الفرج ندعو بكل خير عام، جميع الخيرات العامة منطوية في هذا الدعاء، وهذه أعظم فائدة. تعجيل الفرج للمؤمنين. في بعض الكتب الرجالية أو الدرائية أكو هذه الرواية مروية عن الإمام الحادي عشر صلوات الله عليه: ولا يزال شيعتنا في حزن حتى يظهر ولدي.
هذه المشاكل لا تنتهي، هذه المآسي لا تنتهي، وإنما تتبدل أشكالها وتتبدل مواقعها. فدائما المؤمنون الذين لهم ضمير والذين لهم وجدان، والمفروض أن كل مؤمن يكون له ضمير وله وجدان، دائما في حالة تألم. في رواية أخرى: باك يبكي على دينه وباك يبكي على دنياه. في رواية ثانية مو في هذا المقام. فالدعاء بتعجيل الفرج في الواقع دعاء بجميع الخيرات العام وبجميع البركات العام. هنالك حديث يذكره الشيخ في الغيبة في توقيع الإمام الحجة صلوات الله عليه: وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج. إكثار يعني واحد الصبح، ليل، ظهر، قبل النوم، بعد النوم، أول ما يفتح عينه، قبل أن يغمض عينه، دائما يدعو، كثيرا يدعو بتعجيل الفرج. وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم. هنا أكو بحث أن ذلك إلى من يرجع في هذه الرواية. وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم، هذا ذلك إلى من يرجع. في الدعاء عندنا أربعة أركان: الداعي وهو العبد، والمدعو وهو الله، والدعاء وهو الطلب، والمدعو به وهو المطلوب. هذه أربعة أركان في الدعاء: الداعي والمدعو والدعاء والمدعو به، يعني الطلب، ما طلبه. هذا ذلك يمكن أن يعود إلى المدعو به، ويمكن أن يعود إلى الدعاء. احتمالان: الاحتمال الأظهر أن كلمة ذلك يعود إلى المدعو به، وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج، هذا التعجيل هو المدعو به، فإن في ذلك يعني في تعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم، خبر إن يعني تعجيل الفرج فرجكم، هذا مو فرج للإمام الحجة فقط، وإنما هو فرج لكم، أنتم ترتاحون بعد، كل واحد يشتغل بوظيفته. إحنا شنو وظيفتنا؟ عبادة الله تعالى. كل واحد يشتغل بعبادة الله بالمعنى الأعم للعبادة. الله ليش خالقنا؟ الله خالقنا للعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآن ما يخلونا نعبد الله، النفس ما تخلي، الشيطان ما يخلي. هناك بعد واحد يتفرغ لعبادة الله تعالى بالمعنى الأعم للعبادة. هذا الاحتمال الأول: فإن ذلك يعني المدعو به، يعني تعجيل الفرج، فإن ذلك فرجكم. الاحتمال الثاني أن اسم الإشارة ذلك يعود إلى الدعاء مو إلى المدعو به، هذا الاحتمال لعله أضعف، والاحتمال الأول أقوى، يعني الدعاء فيه فرج لكم. واضح؟ الدعاء طلب ومطلوب، مو المطلوب فيه فرجكم، المطلوب فيه فرجكم، لا هو الدعاء فيه فرجكم، يعني هو هذا الدعاء يفرج عنكم، عندك مشكلة تخف المشكلة،
تحل المشكلة إذا قلت اللهم عجل لوليك الفرج وكنت فقيرا الله يغنيك. الدعاء فرجكم، هذه هي الفائدة الأولى، تعجيل الفرج للمؤمنين. الفائدة الثانية النجاة من الهلكة. هذه الرواية مروية عن الإمام العسكري صلوات الله عليه. هذه الرواية مروية في كمال الدين وفي البحار. يقول الإمام طبق هذه الرواية: والله ليغيبن غيبة لا ينجو فيها من الهلكة. إلا من ثبته الله على القول بإمامته ووفقه فيها للدعاء بتعجيل فرجه. في المنعطفات تحدث الفتن، عندما يحدث هنالك منعطف الفرد الله تعالى يقول: ألا في الفتنة سقطوا. في المنعطف يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وآله أين سقطوا؟ في الفتنة، في المنعطف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. الشلمغاني متى سقط؟ عندما اختير غيره للنيابة عن الإمام المهدي. هذه منعطفات، هي الغيبة تمثل منعطفة، الغيبة تمثل منعطف. كليم الله غاب 40 يوم ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، هي هذه الغيبة كانت منعطفة في كفر قومه. لا تفكرون أن هذا فشيء يرتبط بالآخرين، إحنا شفنا أفراد، أنتوا يمكن شفتوا أفراد سقطوا في المنعطف. وأي سقوط؟ الدعاء للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه من فوائده النجاة من الهلكة. لعل هذه إشارة إلى ذلك المطلب المهم الشخصي الذي هو أهم المطالب. الفائدة الثالثة دعاء الإمام في حق الداعي له. الله تعالى يقول: فاذكروني أذكركم، اذكروني بالتوبة أذكركم بالمغفرة. اذكروني بالشكر أذكركم بالنعمة، لئن شكرتم لأزيدنكم. نحن إذا دعونا للإمام، الإمام يدعو لنا أيضا. الله تعالى يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. في تفسير القمي يقول في التحية: السلام وغيره من البر. أي نوع من أنواع البر؟ هذا في جواب. فإذا إحنا دعونا للإمام قطعا الإمام يدعو لنا أيضا. هذه الفائدة الثالثة. الفائدة الرابعة الفوز بشفاعته في يوم القيامة. بحث الشفاعة بحث مطول،
ولكن إجمالا الشفاعة في يوم القيامة تتوقف على وجود رابطة بين الشافع والمشفوع له، لابد أن تكون هنالك رابطة، وكلما كانت هذه الرابطة أقوى كان الفرد أقرب إلى الشفاعة. لاحظوا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: إن العبد المؤمن ليؤمر به إلى النار يوم القيامة. ما عنده شيء يوديه للجنة أو يوديه للأعراف، فيسحب يعني يأخذوه إلى النار. فيقول المؤمنون والمؤمنات: يا رب، هذا الذي كان يدعو لنا. مؤمن تدعو له، هذا يشفع لك في يوم القيامة. فشف شفعنا فيه، خلينا نشفع له. فيشفعهم الله فيه فينجو، هذه الرواية مذكورة في الكافي الشريف. حتى هذه الرابطة، رابطة الدعاء، هذه من عوامل الشفاعة. فكيف الدعاء للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه؟ في رواية أخرى أنه من وسائل الشفاعة أنه إذا واحد سقى مؤمنا ماء، هذا يكون عامل لشفاعة ذلك المسقي لهذا الساقي. إذا في يوم من الأيام استظل بظل جداره في يوم قائض حار، هذا من وسائل الشفاعة، يعني صاحب البيت، هذا الرجل يشفع لصاحب البيت إلى هذا الحد. إذا هذه الروابط الجزئية عامل من عوامل الشفاعة، فكيف بالرابطة الكلية الدائمة؟ هذه الفائدة الرابعة. الفائدة الخامسة: الفوز بشرف لقائه في اليقظة أو المنام. هذه الفائدة فائدة جدا مهمة، لقاء الإمام. لقاء الإمام صلوات الله عليه هو في حد ذاته إلى موضوعية، هذا أولا. وثانيا، لقاء الإمام هذا مفتاح التوفيق، حتى إذا كان هذا اللقاء القابليات مختلفة. ليش يقول في اليقظة أو المنام؟ لأنه القابليات مختلفة. أكو بعض الأفراد، هاي مرحلة أولى، يرون الإمام في عالم المنام، هذا قابليته بهذا المقدار. النوع الثاني أن يرى الإمام في عالم المكاشفة. عالم المكاشفة كما يقولون عالم بين اليقظة والمنام، لا يقظة كاملة ولا منام كامل، فتشي بينهما. البعض هكذا شرحوا عالم المكاشفة. المرحلة الثالثة أن يرى الإمام في عالم اليقظة، وهذا إلى الدرجات أيضا. هاي المرحلة الثالثة يمكن يسمع كلام الإمام فقط لأن قابليته بهذا المقدار، ويمكن أن يرى الإمام من بعيد، ويمكن أن يرى الإمام من قريب. لقاء الإمام حتى إذا كان في عالم المنام، فكيف إذا كان في عالم اليقظة؟ هو هذا مفتاح التوفيق ومفتاح البركات. أنتوا لاحظوا تاريخ الأفراد الموفقين،
كثير منهم حالاتهم مخفية، لأن أولياء الله سبحانه وتعالى عادة يخفون حالاته ما يبينه. في الرواية أكو وكان غامضا، المؤمن غامض لأنه ما يعمل للناس، ما له شغل بالناس، عمله لله تعالى. بعد ما يتوقع واحد يقول له أحسنت، ما دا يعمل للطرف، دا يعمل لله، يتوقع أن الله تعالى يقول له أحسنت. فإذا أولا أولياء الله سبحانه وتعالى يخفون حالاتهم. الذي وجدنا من حالات الموفقين بدايته كانت نوع من الارتباط بأهل البيت. الحر العاملي رحمة الله عليه، العم كان يقول أنه من أحفاد الحر، حر كربلاء هكذا كان ينقل. الحر العاملي هذا الرجل تمرض وعمره 10 أعوام، لاحظوا طفل، يعني طفل الآن اللي عمره 10 أعوام يفكر في اللعب، لكن لاحظوا هذا التوجه وهذا التفكير. عمره 10 تمرض واشتد مرضه وأشرف على الموت، فاجتمع أهله وأحباؤه حوله يبكون، طفل دا يموت. يقول فرأيت في عالم المكاشفة، هو يقول بين اليقظة والنوم، رأيت في هذا العالم النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت جميعا، فجئت وسلمت عليهم. يقول كان يعني يتوقعون ذيك الليلة يموتوا، بعد انتهى في ذيك الليلة. يقول فسلمت عليهم واحدا واحدا وصافحتهم إلى أن وصلت إلى الإمام الصادق صلوات الله عليه، فصافحته ودار بيني وبينه كلام، ما أتذكر، ما بقى في بالي شنو الكلام، ولكن أتذكر أنه دعا لي دعاء الإمام الصادق. يقول بعدين سلمت على الأئمة واحدا واحدا إلى أن وصلت إلى خاتمهم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، فسلمت عليه وصافحته وبكيت في عالم المكاشفة وقلت أخاف أن أموت. لاحظوا شلون طفل في أي عالم، ولم أستوف حظي من العلم والعمل، أنا لا عندي علم ولا عندي عمل بالمقدار الكافي وأخاف أموت وما عندي شيء. فقال لي الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه لا تخاف، لا تموت في هذا المرض وتشفى من علتك وتعمر طويلا. ثم أعطاني قدحا من الماء فشربته، أو فشربت بعضه، دعاء الإمام الصادق وقدح الإمام المهدي. يقول ف جلست وليس بي شيء، هؤلاء كانوا قاعدين يبكون علي، فد مرة قعدت وكل شيء ما بي. ذاك الدعاء وهذا القدح خلق صاحب الوسائل. تدرون أنه الآن لعله كم طالب علم عندنا في الدنيا؟ يمكن 10 آلاف من طلاب العلم في الدنيا عندهم كتاب الوسائل، يمكن في كل يوم 10 آلاف من المرات ينقل عن الوسائل،
الآن لاحظوا كل الكتب الفقهية في المدرك يكتبون الوسائل. كتب هذا الكتاب في 20 عام صاحب الوسائل. قبل كم عام ميت صاحب الوسائل؟ إلى متى يبقى كتابه هذا؟ هذا مو توفيق. واحد يوفق للقاء الإمام حتى في عالم المنام إلى هذا الأثر. أكو هنالك قضية ولو لا تتعلق بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وإنما تتعلق بالإمام الصادق صلوات الله عليه، نذكرها عرضا. الشيخ الممغاني إلى كتاب، إذا تمكنت أن تأخذوا هذا الكتاب به أشياء جدا لطيفة. واحد يجب أن يقرأ تاريخ العلماء الأخيار، يشوف هو وين وذولاك وين. يجب أن يقرأ تاريخ العاملين، يشوف هو وين وأولئك وين. إحنا نتصور أنه بلغنا النهاية. واحد عندما يقرأ تاريخ العلماء والعاملين والأولياء يشوف هو في بداية الطريق. إذا كان في بداية الطريق، عنده فت كتاب اسمه مخزن المعاني، كتاب لطيف جديدا مطبوع، يقول في هذا الكتاب قصة مفصلة. يقول أنا في كل يوم كنت أكتب ليلا ونهارا ورقتين تأليف، بس ما أدري حجم الورق إيش قد. هذا منتهى قدرتي كان تصنيف مجمع والنقل. يقول في ليلة من الليالي رأيت في عالم الرؤيا الإمام الصادق صلوات الله عليه قاعد في مكان مرتفع، وأكو هنالك درج. بس أنا أحذف تفاصيل القضية، مجمل القضية. فيقول صعدت إلى الإمام الصادق صلوات الله عليه وقبلت يديه أو يده، وأردت أن أقبل رجله أو رجليه فما خلاني في عالم الرؤيا. فالتمست من الإمام في عالم الرؤيا فخلاني فقبلت رجله أو رجليه. الترديد مني أنا أقول رجله أو رجليه. يقول بعدين رجعت وأخذت أرجع، شوفوا شلون حالات، حتى هذه الحالات في حالة النوم تظهر. فيقول أخذت أرجع القهقرة، رجعت احتراما للإمام. يقول بعدين تذكرت أنه أنا من مدة أريد أقرأ دعاء أم داود لشرح صدري. شرح الصدر قضية جدا مهمة. هو ما موضح المراد، لكن انطباعي عن هذه الكلمة، أكو بعض الأفراد خلق ما عندهم، يعني يأخذ الكتاب شوية يقرأ يضوج يتعب. أكو بعض العاملين آلة الرئاسة سعة الصدر، خلق ما عنده خلق المجتمع، هذا ما يتقدم. التقدم في العلم يحتاج إلى شرح الصدر. شوف فلان شنو قايل وفلان شنو قايل، وهذا إلى 10 أدلة، والدليل الأول أكو عليه 3 ردود، والرد الأول أكو عليه إشكالين، والإشكال الأول أكو في تأمل. ناس خلق ما عندهم هاي الأشياء، يريد فد شي هين ويمشي. كم واحد خلق ما عندهم. المنبري القوي يحتاج إلى شرح الصدر، يعني يقعد 8 ساعات يطالع بدقة ويبحث ويفكر، خلق يحتاج. هذا يكون المنبري الناجح. المدير الناجح هو اللي عنده خلق،
أما واحد ما عنده خلق يفشل في الإدارة. يقول أنا كانت هذه حاجتي، شرح صدري، فكنت أريد أقرأ دعاء أم داود لهذه الحاجة، ما صار، لأن فد مرة قرأت دعاء أم داود لوالدي، فد مرة قرأت لفلان شيء وما صار. قلت الآن أنا شايف الإمام الصادق رئيس المذهب، خلي أطلب منه. فيقول أجيت وذهبت إلى الإمام طاهرا مرة ثانية، صعد الدرج. المهم، أو إذا كان بالسطح، تقدم مرة ثانية إلى الإمام وطلبت منه هذه الحاجة. بس هنا أكو تفصيل، أنا أحذف التفاصيل. فسقاني حتى رويت وقال لي شبعت؟ قلت نعم، مع تفصيل هنا. يقول من تلك الليلة، يقول قمت شفت قبل الفجر، يقول من تلك الليلة حدث التغير في حياتي الذي يسقيه الإمام الصادق صلوات الله عليه. قطعا يصير تغير في حياته. يقول حدث هنالك تغير في حياتي، ويقول أنا كنت أكتب في اليوم والليلة ورقتين، وأخذت أكتب في اليوم والليلة تصنيف علمي، أكتب 8 ورقات، يعني 4 أضعاف. يقول بعد أسبوع أخذت أكتب كل يوم وليلة 10 ورقات، يعني 5 أضعاف. يعني شقد إنتاج عندكم؟ إنتاجكم يضاعف 5 مرات. يقول ولولا أشغالي، لأن كان يعين والده في أجوبة المسائل وكذا وكذا، لكنت أكتب في كل يوم كما حدث لي مرارا حوالي 18 أو 19 ورقة. يعني كم ضعف؟ 9 أضعاف تقريبا. هذا مهم جدا. وهكذا قضايا كثيرة، نفس بحر العلوم كاتبين في أحواله أنه كان مع المحقق القمي رحمة الله عليه، وكان مائل النبوغ، نبوغ ما كان إليه، فكان المحقق القمي يضطر في كثير من الأحيان أن يعيد عليه بحث الأستاذ، كأنه زين ما كان يستوعب. بعدين افترق، وإذا بالمحقق القمي يسمع أن بحر العلوم تحول إلى عالم كبير. جاء إلى العراق ورأى بحر العلوم في محضر، وإذا به يجده بحرا مواجا من العلم، جدا تعجب. بعد أيام سأله في مكان ما كان واحد، أنه كيف أنت خو هالشكل كنت في أيام كنت طالبا؟ فأخذ عليه العهود بالكتمان وقال كيف لا أصبح كذلك وقد ضمني الإمام الحجة إلى صدره. عد واحد يبقى محروم من هذا التوفيق. إحنا، أنا أقول للإخوة أحيانا وأقول لنفسي، إحنا كل ما عدنا من الخيرات والبركات إنما هو ببركة السيدة المعصومة صلوات الله عليها، وإحنا جدا مقصرين في حق السيدة المعصومة، ولكن هنالك مجال للمزيد ولدينا مزيد، كلما أخذناه أكو مجال للأكثر.
لكن هذا يحتاج إلى إيجاد القابلية. الفائدة الخامسة ونلملم البحث: الفوز بشرف لقاء الإمام في اليقظة أو في المنام، اللي هذا مفتاح التوفيقات. المجلس ينقل عن الإمام الصادق صلوات الله عليه: من قرأ بعد كل فريضة هذا الدعاء فإنه يرى الإمام في اليقظة أو في المنام. اللي أول هذا الدعاء: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بلغ إلى آخره. وفي مكارم الأخلاق أن من دعا بهذا الدعاء عقيب كل فريضة وواظب على ذلك عاش حتى 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 يتشرف بلقاء الإمام، حتما يشوف الإمام، وهو: اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم إنا رسولك الصادق المصدق، إلى آخره. أنا شايف بعض المؤمنين مقيدين يقرون هذا الدعاء. الفائدة السادسة: الرجوع إلى الدنيا في زمان ظهوره. هناك بعد واحد يتفرغ لعبادة الله بالمعنى الأعم للعبادة. عن الإمام الصادق صلوات الله عليه: ما من مؤمن يتمنى خدمته ويدعو لتعجيل فرجه إلا أتاه آت على قبره وناداه باسمه: يا فلان قد ظهر صاحب الزمان، فإن شئت فقم واذهب إلى حضرة الإمام، وإن شئت فنم إلى يوم القيام. كيف تريد ترجع للدنيا أو تريد تبقى؟ على كيفك. فإن شئت فقم واذهب إلى حضرة الإمام، وإن شئت فنم إلى يوم القيام. فيرجع إلى الدنيا خلق كثيرون، ويولد لهم من نسلهم بنون، يصير عندهم أولاد وذرية. إيش قد يكتسبون من الطاعات والعبادات؟ الله العالم. وهنالك دعاء من دعا به 40 صباحا كان من أنصاره عليه السلام، وإن مات قبل ظهوره أحياه الله تعالى حتى يجاهد معه، وهو: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم رب النور العظيم، إلى آخره. الفائدة السابعة والأخيرة: طول العمر. طول العمر جدا مهم. واحد كل ما عمره يطول أكثر يتزود من الخيرات. هذا يحتاج إلى بحث مفصل، وهو أن دورنا في هذه الدنيا صناعة مستقبلنا الأخروي، مثل أن الجنين دوره في مرحلة الرحم شنو؟ صناعة حياته الدنيوية. خش قد يحتاج الطفل كم خلية يجب أن يصنع في بطن أمه؟ الآن كم خلية العلماء يقولون؟ 1 و2 و3 مليار، وكم مليار مذكورة في الكتب العلمية. الطفل في المرحلة الرحمية يصنع مليارات الخلايا لحياته المستقبلية اللي 80 عام. احنا في هذه الدنيا دا نصنع حياتنا المستقبلية، فكل ما واحد عمره يطول اكثر المؤمن يوفق للطاعة والعبادة أكثر. ولذلك في تلك الرواية التي قرأناها: إن من دعا بهذا الدعاء عقيب كل فريضة وواظب على ذلك عاش حتى يمل الحياة. بعد يضوج من الحياة، فهو يصير عمره 120 عام، بعد يتزود من الطاعات والعبادات. هذه 7 من الفوائد. وفي كتاب مكيال المكارم الذي اعتمدنا عليه اعتمادا كبيرا في هذا البحث وفي البحث المتقدم، ذكر 90 فائدة
إذا حبيته راجعوا للدعاء للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. إحدى الأشياء التي يجب علينا أن نواظب عليها دائما أن لا ننسى الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب الكنز. علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق، هدي ينير الدرب.